إن شاء الله سيتم استعراض بعض أهم الأمراض التي تصيب نباتات الخضر وطرق الوقاية والعلاج بصورة مختصرة ومبسطة لسهول وصول المعلومة للطالب، وسيكون ذلك إن شاء الله على عدة فيديوهات. وسنبدأ بمحصول الطماطم. أولاً الأمراض الفطرية. من أهم الأمراض الفطرية مرض سقوط البادرات أو الذبول الطري. يعد مرض الذبول الطري أو سقوط البادرات من الأمراض الفطرية الخطيرة التي تصيب نباتات الطماطم في المشاتل، ويسبب المرض عديد من الفطريات، ولكن أهم تلك الفطريات فطر ريزوكتونيا سولاني وبيثيوم ديباريانام. ومن أهم أعراض الإصابة قد تتعفن البذور في التربة أو تتعفن البادرات قبل الظهور على سطح التربة، ويعرف ذلك باسم الذبول الطري السابق للإنبات. وقد تظهر الأعراض بعد ظهور البادرات، حيث تصبح أنسجة الساق عند سطح التربة طرية ومائية المظهر، ثم يصبح النسيج المصاب خيطي المظهر، ويلي ذلك سقوط البادرات، ويعرف ذلك باسم الذبول الطري التالي للإنبات. وقد يصاحب ذلك تعفن لجذور الشتلات المصابة واكتسابها اللون البني. وتظهر الأعراض عادة في مناطق دائرية من الحق أو المشتل، حيث تسقط البادرات وتزداد تلك المساحة يوما بعد يوم، ويستمر ذلك إلى أن تصل البادرات إلى العمر الذي لا تصاب فيه بالمرض، حيث تصبح الساق صلبة وسميكة نسبيا. الظروف البيئية المناسبة للإصابة. تشتد الإصابة بالذبول الطري في الزراعات الكثيفة وفي الأراضي الغادقة التي بها نسبة رطوبة مرتفعة، خاصة عند سوء التهوية في المشاتل المحمية وقلة حركة الهواء حول قاعدة النباتات. وتحدث الإصابة بالاختراق المباشر لساق البادرة التي تصبح عند نضجها مقاومة لهذا الاختراق، ولذا فإن أي وسيلة تحد من فرصة الإصابة خلال الأسبوعين الأول والثاني من نمو النباتات تفيد في مقاومة المرض. وقد لا تموت بعض البادرات أو الشتلات أحيانا بالرغم من إصابة الجذور وقاعدة الساق، ولا ينصح باستخدام تلك الشتلات المصابة في الزراعة لأنها غالبا تفشل عند الشتل، ويكون النمو بها بطيئا وصيقانها محلقة عند سطح التربة. طرق المكافحة والعلاج. في المشاتل المنزرعة في صواني يجب غسل الصواني المستعملة من الأتربة، ثم تطهيرها بغمسها في محلول الفورمالين التجاري 40% بمعدل 10 سنتي لكل لتر ماء، أو إضافة هايبو كلوريد الصوديوم الكلوريكس بمعدل 30 سنتي لكل لتر ماء، وذلك لمدة 5 دقائق، ثم تنشير تلك الصواني للتجفيف. 2. يوضع مع مخلوط الزراعة من 75 إلى 100 جرام من أي مطهر فطري، وذلك في الخلطة ذات الحجم 600 لتر. وبعد زراعة وقمر الصواني، سواء كان القمر أفقي أو رأسي، توضع صواني الشتلات فوق بلوكات من الطوب الأبيض أو مناضد حديد، بحيث تكون تلك الصواني بعيدة عن سطح التربة والمسببات المرضية الموجودة بها. 4. ترش الصواني رشة وقائية بأحد المبيدات الفطرية بعد أسبوعين من الزراعة، ويفضل المخلوط التالي في حالة ظهور أعراض تساقط البادرات: 1 جرام رايزوليكس زائد 2 جرام مونوقات زائد 1 جرام توبسين لكل لتر ماء، أو ما يتوفر من مبيدات فطرية أخرى. إذا ظهر تساقط البادرات مرة أخرى يعاد تكرار الرش. 6. وقبل زراعة الشتلات يتم غمس الصواني وبها الشتلات في محلول مطهر فطري، ويفضل الخلطة السابقة في التطهير.
الذبول الوعائي، 1 الذبول الفيوزاري. يسبب هذا المرض فطر فيوزاريام اتسبورم. أعراض الإصابة: تحدث الإصابة من خلال الجذور حيث تصل منها إلى أوعية الخشب لتمتد إلى أعلى في ساق النبات وفروعه. تظهر الأعراض في البداية على شكل اصفرار للأوراق السفلية، ويكون ذلك أحيانا على أحد جانبي الوريقة أو الورقة أو الفرع أو النبات، ويعقب ذلك التفاف الأوراق وميلها لأسفل، ويتقدم الإصفرار ليشمل كل الورقة ثم تذبل وتموت، ولكن تظل عالقة بالنبات، ويستمر تقدم المرض بنفس الأعراض على الأوراق العليا، وفي النهاية يبدو النبات متقزما وذابلا وتصبح الأوراق صفراء اللون. وبفحص الجذور نجد أن المجموع الجذري صغير والجذور الصغيرة متعفنة، وعند عمل قطاع طولي في الساق يلاحظ تلون الحزم الوعائية بلون بني محمر يمتد لمسافة طويلة أعلى الساق. تواجد الفطر والظروف المناسبة لحدوث الإصابة: تناسب الإصابة وظهور الأعراض نفس الظروف البيئية المناسبة لنمو نباتات الطماطم، فينتشر المرض سريعا في الأراضي الخفيفة جيدة الصرف وعندما تكون الرطوبة الأرضية حوالي 50% من الرطوبة عند السعة الحقلية وفي درجة حرارة 28 درجة مئوية، ونادرا ما تحدث الإصابة في درجة حرارة تقل عن 22 درجة مئوية، بينما تزداد الإصابة تدريجيا بارتفاع درجة الحرارة من 22 إلى 28. 2 الذبول الناتج من الإصابة بفطر الفيرتيساليم. كما أن له عوائل أخرى كثيرة أهمها البطاطس والباذنجان والفلفل والبامية والفراولة وعديد من المحاصيل الزراعية الأخرى وكثير من الحشائش. أعراض الإصابة: تبدأ أعراض الإصابة على الأوراق السفلى للنبات بظهور إصفرار عند حواف الوريقات، يتطور تدريجيا ليصبح على شكل رقم 8 بالعربي أو حرف V بالمقلوب، ثم تتحول هذه الأجزاء من أنسجة الوريقات ويتطور تدريجيا من اللون الأصفر إلى اللون البني، ومع استمرار الإصابة تأخذ الأوراق السفلية في الإصفرار ثم تجف وتتقزم النباتات المصابة ولا تستجيب للتسميد أو للري، ونادرا ما يظهر الذبول على النباتات باستثناء احتمال ظهور ذبول خفيف في أطراف الفروع خلال ساعات الظهيرة، ويشاهد في القطاع العرضي للساق عند قاعدة النبات بقع صغيرة بنية اللون تمثل الأوعية المصابة، ومع أن هذه الأعراض الداخلية لا تمتد في الساق أعلى النبات عادة إلا أن ذلك قد يحدث في الجو البارد. تواجد الفطر والظروف المناسبة لحدوث الإصابة: يعيش الفطر المسبب للمرض في بقايا النباتات التي توجد في التربة، ويبقى على صورة أجسام حجرية صغيرة لسنوات عديدة، ويصيب النباتات عن طريق الجذور، ويناسب نمو الفطر درجات الحرارة المنخفضة كما سبق القول. طرق المكافحة للذبول الوعائي بشكليه الفيوزاري والفيرتيساليم: يجب مراعاة ما يلي: 1 وللوقاية يتم حقن مطهر الفطري توبسين أو أي مطهر فطري متوفر بمعدل 2 جرام لكل لتر ماء في الأسبوع الأول بعد الشتاء ويقرر عند اللزوم. 2
يجب التخلص من بقايا النباتات المصابة. 3. اتباع دورة زراعية مدتها 5 سنوات. 4. يجب تعقيم التربة في الزراعات المحمية قبل الزراعة مثل مبيد البصماية 98% بمعدل 40 إلى 50 جرام لكل متر مربع. 5. تعقيم التربة بالتشميس، حيث أدت هذه الطريقة في مصر إلى مكافحة الذبول الوعائي وخاصة الذبول الفوزاري في الطماطم بصورة كبيرة. 6. التطعيم على أصول مقاومة للمرض، وهي قد تستخدم في الزراعات المحمية للطماطم. 7. زراعة الأصناف التي تتحمل أو المقاومة للذبول الوعائي مثل الأصناف التالية: البياض الدقيقي، ويسبب هذا المرض فطر لافيلا توريتا. أعراض الإصابة: تبدأ ظهور الأعراض عادة مع بداية عقد الثمار، ويكون ذلك على الأوراق الكبيرة على شكل مساحات كبيرة غير محدودة الشكل صفراء اللون على سطحها العلوي. يقابلها على سطحها السفلي نموات بيضاء دقيقة المظهر، وهي عبارة عن جراثيم الفطر. ومع تقدم الإصابة تتحول المساحات الصفراء إلى اللون البني، ثم تظهر النموات البيضاء الدقيقة على السطح العلوي أيضا، وتبقى عادة الأوراق متعلقة بالنبات إلا أنها تسقط في بعض الأحيان. وفي بعض الأحيان تظهر النموات البيضاء للفطر على كامل سطحي الورقة العلوي والسفلي، ثم تنتشر على كامل الورقة، ثم تظهر باقي الأعراض الأخرى من التحول للون الأصفر ثم البني. وتؤدي الإصابة الشديدة إلى ضعف النمو النباتي ونقص المحصول وصغر حجم الثمار، وتتعرض للإصابة بذلك إلى لفحة الشمس، ولا تصاب عادة السيقان أو أعناق الأوراق. تواجد الفطر والظروف المناسبة لحدوث الإصابة: يمكن لجراثيم الفطر أن تنتقل لمسافات بعيدة مع تيارات الهواء، وتحدث الإصابة من خلال الثغور، ويناسبها الجو المعتدل الدافئ الذي تتراوح حرارته بين 18 إلى 24 درجة مئوية، ورطوبة نسبية تتراوح ما بين 70 إلى 100%. ولا يلزم وجود رطوبة حرة كقطرات الماء أو الندى على الأوراق حتى تنبت الجراثيم، وتزداد شدة الإصابة في حالات حمل الثمار الغزير وعند تعرض النباتات لنقص في الرطوبة الأرضية. طرق المكافحة: وقائيا يتم الرش بعد 35 يوم من الشتل مرة أسبوعيا بالكبريت الميكروني بمعدل 250 جرام لكل 100 لتر ماء، والرش بمونو بوتاسيوم فوسفيت بتركيز 1.5 إلى 2% مرة كل 10 أيام بعد شهر من الشتل، والاعتدال في التسميد النيتروجيني. وفي حال ظهور الإصابة يتم المكافحة العلاجية، بحيث يتم الرش باستخدام مبيدين بالتبادل من المبيدات التالية وبين الرشة والأخرى 3 أيام. العفن الأبيض أو العفن القطني، ويسبب هذا المرض فطر سكلوريتينيا، وتنتشر الإصابة بهذا المرض في الزراعات المحمية، بينما يكون المرض أقل خطورة في الزراعات الحقلية المفتوحة. أعراض الإصابة: تبدأ أعراض المرض بظهور بقع مائية غائرة على سطح النبات بالقرب من سطح التربة، لا تلبث أن تتحول إلى اللون الأبيض المصفر، ويشاهد النمو الفطري أبيض اللون عند قاعدة ساق النبات، وتمتد الإصابة إلى أعلى الساق وإلى أسفل نحو الجزء العلوي من جذر النبات، وتؤدي الإصابة إلى توقف
النمو النباتي، ثم ذبول النبات وموته. وتشاهد الأجسام الحجرية للفطر وهي كريات صغيرة سوداء من هيفات الفطر على سيقان النبات وفي أنسجة القلف في مواقع الإصابة. الظروف المناسبة للإصابة: يناسب انتشار المرض الرطوبة النسبية العالية والرطوبة الأرضية المرتفعة، ولذا فإنه يكون خطيرا في الزراعات المحمية التي لا يعتنى بالتهوية الجيدة بها، وأيضا في كل الزراعات التي تجرى فيها ممارسات ري خاطئة تؤدي إلى زيادة الرطوبة الأرضية كثيرا عند قاعدة النبات، الأمر الذي قد يحدث عند إجراء الري بالغمر وعند الإسراف في الري بالتنقيط. وأفضل درجة حرارة للإصابة بالمرض تتراوح ما بين 20 إلى 30 درجة مئوية. طريقة المكافحة: لا تفيد الدورة الزراعية كثيرا في مكافحة هذا المرض نظرا لوجود أكثر من 360 عائل للفطر، فضلا عن أن الأجسام الحجرية السوداء التي يكونها الفطر يمكن أن تعيش في التربة لمدة سنوات، ثم تحدث الإصابة في أي وقت توجد فيه نباتات الطماطم أو أي عائل آخر بالقرب منها. ونظرا لأن الفطر المسبب للمرض ينتشر بشدة على الفاصوليا، لذا يفضل عدم زراعة الطماطم بعد الفاصوليا. ولمكافحة المرض يوصى بمراعاة ما يلي: 1- في المشاتل المحمية يجب مراعاة ما تم في مرض سقوط البادرات. 2- وفي الحقل المستديم يفضل استخدام التعقيم الشمسي للتربة حيث يقلل من مصادر العدوى بالمرض. 3- مراعاة مكافحة الحشائش في الحقل التي تعتبر عائلة للفطر. 4- عدم الإسراف في الري سواء في الحقل المكشوف أو في الصوب، ومراعاة أن تكون شبكة الصرف جيدة. 5- حرث التربة إلى عمق 30 سنتي لقلب الأجسام الحجرية التي يكون تواجدها في 5 سنتيمتر العلوية من التربة. 6- تجنب استعمال الكمبوست أو السماد البلدي أو أي سماد عضوي غير تام التحلل أو يكون ملوث بالأجسام الحجرية للفطر. 7- استخدام أدوات زراعية نظيفة لا تحتوي على بقايا نباتات أو بقايا من تربة ملوثة. 8- يجب تعقيم التربة في الزراعات المحمية قبل الزراعة بالمبيدات المعقمة مثل البسمايت 98%، وذلك بمعدل من 40 إلى 50 جرام لكل متر مربع. 9- معاملة الشتات قبل الزراعة بغمسها في محلول مطهر فطري حتى الورقة الحقيقية الأولى كما سبق القول في مرض تساقط البادرات. 10- تهوية البيوت المحمية جيدا وتجنب زيادة الرطوبة الأرضية بالقرب من قواعد سيقان النباتات. 11- عند إزالة الأوراق السفلية والسرطنة للنبات يتحاشى إحداث جروح، وإزالة الأوراق القديمة المصابة وحرقها وعدم دفنها بالقرب من النبات وتنظيف الأجزاء المصابة. 12- وفي حالة الإصابة ترش النباتات بعد الشتل بنحو 6 أسابيع بإحدى المبيدات الفطرية الموصى بها.